السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ جيسبر راكم بيان، جيسبر راكم غايه. توحشناكم كيما توحشتونا نتوما على بالنا. راكم شفتوا مده كبيره ما حطيناش لي فيديو، بالك 15 جور ولا سي نورمال، على جال متاخونا فكري ونبروفيتو من هاد لا فيديو باش نقولوا الله يرحمه ويوسع عليه. وعلى بالي بلي راكم تقولوا علاه رامي يهضروا هالهضره حتى لدروك، باسكو ديجا قبلها حطينا فيديو واحد اخرى، بصح هذه كانت واجده صافي هذا شحال سما على بها صراه الديكالاج. فوالا دونك غادي نبداو لكم لا فيديو تاع اليوم. اليوم جبنا لكم واحد الاستوار تاع واحد لا فامي في امريكان، حصلوا في الصحراء بوندون واحد 3 ايام ولا 4 ايام. على بالي بزاف منكم غادي يقولوا 3 ايام هذا مكان، صبر خويا صبر. في الصحراء في هذاك الحمان اللي كاين الانسان يقدر يقعد 6 سوايع بلا ما، هذا مكان مور 6 سوايع تهلا في روحك. الا تعرفوا باللي الانسان ينجم يشد حتى 3 ايام بلا ما، بصح شوالا في كل ما يعرق بزاف، في كل ما يليق له الماء. وبلاصه كيما هذه الحمان الانسان يعرق بزاف سما يليق له الماء باش يرافريشي الكور تاعه، لو كان ما كانش الماء غادي يموت بالعطش. دونك بلا ما نطولوا غادي ناتاكو في ليستوار تاع اليوم. كانت كاين واحد الفاميليا في امريكان متكونه من المراه وعندها زوج بناتها وواحد الراجل عايش معاهم، شغل راجلها ماشي اب بناتها. المراه سموها شيلي هوبرد وبناتها زوج، واحده عندها 9 سنين اللي هي تيفاني والاخرى عندها 5 سنين اللي هي ميكايلا. وهذاك الراجل اللي كان معاهم سموه روجر. في الديبيو لازم تعرفوا باللي هذا روجر كان يبغي هذوك زوج شيرات كي شغل بناته من لحمه ودمه، كان يبغيهم بزاف، كان يعزهم وكان يلعب معاهم، وهما كانوا يبغوه وكانوا دايرينه بمثابة الاب تاعهم في لا فامي. وروجر هذا كان عنده حانوت، كان يخدم كوميرس وكانوا عنده دي كليون بزاف. دونك نهار من نهارات هادو لا فامي ديسيداو باش يروحوا للصحراء، يروحوا لقلب الصحراء الديزير ويفوتوا فيها زوج سوايع ولا ثلاثه اون فامي، بعيد على الحس، بعيد على الناس، بعيد على كل حاجه. لازم تعرفوا باللي شيلي من صغرها كانت تروح مع ابوها وامها للديزار يفوتوا الوقت، شغل من صغرها تعرف غاية طرقان وحافظتهم بيان. مي روجر كانت خطرته الاولى في حياته اللي يروح ويفوت هكا وقت اون فامي في وسط الصحراء. دونك شيلي كانت عندها واحد لاباسيون، كانت تدي معاها زويجة تاعها ويطلقوك شغل طباسه في السماء وتيري، هذه لاباسيون من صغرها ديرها. وكانت باغيه روجر يشاركها معاها لا بروميير فوا في حياتها، يديروا ستوب بروي لبناتهم هذوك زوج ويبدوا يلعبوا ويقصروا بيناتهم ويضحكوا، وراكم تعرفوا يفوتوا لا جورني كومبلي. موراها مي كانوا في الصحراء يديروا في صوالحهم، بغاو يقلعوا للدار شويه بكري باش يوصلوا بكري باسكو بعيده على دارهم. قلعوا على الربعه تاع العشيه حبه حبه، وشيلي كان على بالها بلي هذيك البلاصه معمره بلي غونغ، مي كانت موالفه وكانت تعرف هذيك البلاصه غايه، مي قحاكا وكانت حارزه روحها. ما قالكوا على بالها بلي لي غونغ هادو قادرين يحكموهم في اي بلاصه، في اي دوره قادرين يطيحوا فيهم. شيلي كانت تسوق حبه حبه رايحين في الطريق، حتى لو ماركت بلي الطريق تبدلت شويه، مي هي ما قالت لهمش، خافت شويه مي ما بينتش، خاطش قاعد تقول بلي بالك هذا الطريق تديني للطريق الكبيره اللي نعرفها. مي مين قعدوا يتمشوا وصلوا لواحد البلاصه لواحد الطريق شغل جايه طالعه، ومن بعد تهود ديريكت، جايه كي تهويده هكا ديريكت، ومن بعد الطريق تعاود تكمل. دونك تما شيلي حبست وقالت لهم بلي ما قدوش نكملوا خاطش كابابل تصرالنا حاجه ولا نحصلوا. مي روجر قالها لا نكملوا في هذا الطريق مليحه، خليني انا نسوق ونفوت. دونك عاودوا ركبوا، روجر طلع في الكات كات باش هو يسوق، قلع حبه حبه، مي كيفاتوا على هذيك التهويده اللوطو حصلت. دراري جرولانيين موراها كاين واحد الطرف زياده، هذاك الطرف حصل وقعد حاصل في هذيك التهويده، ودراري تعرفوا لك شغل قعدوا يدوروا في الهواء، ومام القداميين قعدوا يدوروا في التراب، مي ما قدوش يقدموا خاطش اللوطو راهي محكومه وطالعه من الرول. دونك لقاو روحهم حاصلين. دونك هودوا وقعدوا يسيو يديروا الحجر والواحي تاع الشجر تحت هذوك الدراريج اللي كانوا طالعين في الهواء، باش قعدوا يقولوا بالك غادي تضرب واللوطو تطلع وتقدم. ميغا حكا وهذه ما نفعتش واللوطو قعدت حاصله. تما كشي اللي حكمت التليفون تاعها باش تعيط باش يعاونوها، مي تما لقات بلي التليفون الباتري تاعها طاحت وما عندهاش كيفاش تشارجي ولا وين تشارجي. وداك الوقت ما كان كاين ني باور بانك ني باش يشارجو في اللوطو، خاش داك الوقت التليفونات كانوا فريمون قدم بزاف، ما كانوش متطورين كيما دروك. دونك تما عرفوا باللي يليق لهم يباتوا في هذيك البلاصه داخل في اللوطو. دونك شيلي هي وراجلها قعدوا الفوقة في اللوطو نايدين رافدين السلاح، خايفين من هذوك لي غونغ اللي قلنا لكم عليهم، وبناتهم قعدوا داخل في اللوطو يباتوا راقدين. كيما هكا قداو الليله كومبلي الاولى، وغدوا ان شاء الله صباح ناضوا نهار الزوج تاعهم وهما في الصحراء. ناضوا معمرين بالانرجي ومعمرين امل باش يسلكوا من هذيك البلاصه ويخرجوا حيين، وبداو وقعدوا يسيو هاك وهاك، مي والو حاجه ما صدقت. حتى في واحد اللقطه روجر هدر مع شيلي وتفكر باللي في الطريق كي كانوا جايين باللوطو فاتوا على واحد اللوطو قديمه كانت مقاريه في واحد البلاصه
بلا دراريج. دونك قالها اوبليجي علينا نولوا لهذيك اللوطو ابي ونشوفوا بالك الداخل كاش ما نلقوا فيها حاجه اللي تقد تعاوننا وتخرجنا من هاد البلاصه. كما كان الحال شي اللي قبلت باسكو بان لها بلي هذاك هو الحل اللي نجم يسلكهم. وقبل ما يقلعوا ويولوا لديك اللوطو رفدوا قال الماكله والماء اللي كان عندهم في اللوطو تاعهم. كان عندهم زوج قرع ماء تواله وهذا ما عندهم. دونك داوهم وراحوا يتمشوا في الشمس في الحمان اللي كانت تما في الصحراء. واللي حبه حبه كل ما يتمشوا شويه الشيرات بناتهم يدوموندو على الماء باسكو راكم عارفين ما ينجموش يصبروا باسكو صغارات ديجا في اللاج والكور تاعهم ما يقدش يصبر بزاف. والمشكله سكو كل ما كانوا يتمشوا كل ما الماء كان ينقص كثر. تمشوا وقريب زو سوايع حتى وصلوا لهذيك اللوطو. فرحوا بزاف باسكو كانوا متأملين كاش ما يلقوا حاجة اللي تقد تعاونهم. دونك روجر راح يجري لهذيك اللوطو وقاعد يفتش وحلها وشاف الداخل وكل شيء. مي مالوروزمو ما لقاو حتى حاجة اللي تقد تفيدهم. لقاو غير شكيل حديد مصدين وصوالح قدم. روجر تما ديسيدا وقال مرته باللي راكي تشوفي بقات لنا ربع قرعة ماء وهذا ما كان غادي نخلي لكم هذا ربع قرعة ماء ونروح انا نتمشى كاش ما نلقاو وحدين يعاونونا. قالها باسكو لو كان نقعدوا كاع كيما رانا في بلاصة واحدة بالسير باللي غادي نموت. دونك شيلي قالت له باللي هذا هو الحل مليح كاع روح وغادي نقعدوا نقراو لك هنا. روجر قدب الطريق وراح يجري كشغل كان حاس باللي لافوت تاعك شغل راح وهو قانط في الطريق ويخمم باللي لافوت تاعه هو الفوتيف اللي قالها خليني انا نسوق وبلوكاهم في الطريق. دونك راح ومتامل وفي قلبه يقول باللي غادي نلقى شكون يعاوننا وغادي نسلكو من هاد المحنه. موراها بساعه تاع مشي اكزاكتومون بلا ما شرب الماء في هذاك الحمان تاع الصحراء عيا وفشل مي قحك ولا فرصه على روحه وزاد تمشى باسكو ولا يحس باللي لافوت تاعه اللي راهم في هاد الحاله ولا يتفكر بناته ومرته راهم يقرعوا له. دار الكوراج وزاد كمل يتمشى حتى وصل واحد الطريق وين تنقطع الطريق وينقسموا على زوج طرقان. كاين طريق ادروات على اليمنى وكاين طريق اللي تكملها نيشان تديك بلاصه واحده اخرى. دونك قاعد يخمم وين ها الطريق اللي لازم عليه يدي. رماركا باللي الطريق اللي ادروات تبان باللي تزيد دخلك في الصحراء بصح شاف فيها الخطوات بزاف ولي طراس تاع دراريش تاع اللوطو. دونك قال باللي غادي ندور ادروات باسكو اللي نيشان تبان باللي ما تمشاوش عليها بزاف. دار على يده اليمنى وراح. روجر قضب الطريق ما حبش كاع وما شافش موراه. في نفس الوقت شيلي مع بناتها كانوا عطشانين موتا بالعطش باسكو الماء كملهم وجيعانين بزاف والامل تاعهم الوحيد هو روجر يلقى حل. مي حاجه اللي تخوف باللي روجر في هذاك الوقت كان يحس روحه مودر. كان يحس روحه باللي راه في وسط صحراء مع على باله وينها طريق تدي ميت بالعطش وما لقى عليها وين. من موراها شيلي حست بالديبريسيون عرفت باللي غادي تكمل عليهم مال. دونك شادي سيداو دي سيداو يروحوا ويتمشوا خاطرش غادي لو كان يقعدوا تما ما غاديش تكون كاين نتيجه باسكو روجر راح صافي 8 سوايع. دونك شدارو راحوا قاعدين يتمشوا شويه ويعاودوا يحبسوا يعاودوا يتمشوا يعاودوا يحبسوا خاطرش كانوا يعيو بزاف من الحمان وزيد ما عندهم ني ماكله ني ما. في نفس الوقت روجر تاني قاعد يتمشى مدر في وسط الصحراء 8 سوايع وهو يتمشى ما شارب ني ما ني والو. وفي هذاك الحمان يلق له اوموا مينيموم يشرب زوج قرع تاع ماء في الساعه. مي هو ما كان عنده والو قاعد يتمشى حتى اللي طاح بالعياء ما نجمش وعطشان بزاف حتى اللي شاف من البعيد كي واحد السباله هكا في وسط الصحراء. دونك شادر بالانرجي اللي كانت باقيت لها غير شويه ناض وراح يجري. مي كي وصل لقى باللي البنيان هذاك اللي فيه الماء ما كاين فيه والو ناشف ما كانش الماء ما بقاش. دونك تما صاي ديزيسبيرا وطاح. في نفس الوقت الشيرات هادوك عاودوا ناضوا وكملوا طريقهم حتى اللي وصلوا لهذيك الطريقه اللي وصل لها روجر الساع هذيك تاع الطريق تنقسم على زوج طرقان. تما شيلي كان تعرف الطريق وكان على بالها بلي اللي تروح اغوش عكس اللي راح روجر. مي روجر قبل ما يدور ادروات كان انتيليجون علق لهم وحده القرعه لقاها تما في الصحراء باش يعرفوه وين راح. تما شيلي كي شافتها كان على بالها بلي اللي تروح نيشان واللي هي الطريق اللي جايه اغوش. مي روجر راح ادروات دونك قاعد تقول لي قلي تبع باش نروح معاه وتاني ما تحسش هو يلقى اللي يعاونونا خاطش تبع التاني لا لوجيك تاعه وشافت باللي كاين لي طراس تاع بناوات بزاف في هذيك الطريق. دونك شادارت راحت مي من موراها هما تاني عيو بزاف وقعدوا يحبسوا ويعاودوا ينوضوا يروحوا ويعاودوا يحبسوا. من موراها قعدوا يتمشوا حتى لقاو واحد الكراطيب وواحد القش. دونك راحوا
باش كش ما يفتشو كش ما يلقوا قرعة تاع ما ناسينها تما، مي ما لقاو والو. تما زادوا كملوا حتى شافوا هذيك السبالة اللي كان فيها روجر. تاني هما راحوا وحتى هما ما لقاو والو، ما كاش الماء تما، هذيك البلاصة نشفت. من موراها لقاو واحد الكاكتوس، وشي اللي على بالها بلي الكاكتوس من الداخل فيه الماء يخزن الماء. دونك شادرت حكمت الكابوس تاعها، تيرات عليه زوج تيرات باش يطيح وينقرض، مي من الداخل لقاته كحل، ما فيش قطرة تاع ما ناشف، وهذاك الكاكتوس ميت. دونك موراها جات الليلة تاعهم الزوجة وهما في الصحراء. تخيلوا راهم في نهار كومبلي في وسط الصحراء في داك الحمان، يتمشوا ما شربوش قطرة ما وما كلاوش ماكلة. روجر في جهته تكسل وبغى يرقد باسكو ما نجمش بالعيا، باسكو تمشى بزاف وما شربش قطرة ما، وقاعد يدعي في الليل باش بناته ما يصرى لهم والو، باسكو كان خايف عليهم بزاف وكان دائما يحس بالذنب باللي لافوت تاعه. ومام طون شيلي بناتها رقدوا شوية في الليل، نوضتهم مع الزوج ثلاثة تاع الصباح وقالت لهم باللي لازم علينا نتمشوا ما قرنا عيانين، باسكو لو كان خلو تنوضوا في الشمس غادي ما نجموش نبوجوا ونكونوا عيانين بزاف والحمان يقتلنا، لازم نبوجوا في الليل باسكو الحال شويه بارد هاكا نقدو نربحوا شويه وقت. دونك تيفاني وميكايلا نادوا باش يروحوا يتمشوا معاهم، مي فجاه في هذيك الدقيقه شيلي سمعت الحس تاع واحد اللوطو من موراها. دونك دارت لقات اللوطو جايه من بعيد، فرحت بزاف وقالت باللي صاي سلكنا، وقعدت تريش لهذيك اللوطو. هذيك اللوطو قعدت مقدمه حتى فاتت عليهم وما داتهاش كاع فيهم، ومن بعدك شغل مول هذيك اللوطو دار دوره كومبلي وقابلهم وجا باغي يقلع باش يصدم فيهم، باسكو هذا كان واحد من جماعه تاع لي غونغ اللي كانوا تما، كان داير حسابه يقتلهم ويفتش لهم صاكهم كاش ما يلقى ذهب ولا يديلهم ويروح يهرب. دونك مزيه شي اللي كانت تعرفهم بلي كان لي غونغ هنا بزاف، وعلى بها كانت رافده داك السلاح معاها. شدارت قابلت هذاك السيد فاصا فاص عينه في عينها بناتها، قالت لهم هربوا، وقضبت هذاك السلاح وقعدت تفيزي فيه، هو جاي يجري بغى يدهم فيهم وهي بغات تيري فيه. حتى السيد في واحد اللقطه خاف دار قاع باللوطو وهرب، راح من الطريق الاخرى وفحت. الشي اللي جمعت من الكطريات اللي كانت خايفه قعدت تبكي، وقضبت بناتها حداها ورقدوا باسكو كانت خايفه تمشى كاش ما يلقوا واحد اخرين. ثم ديجا قاع اللي كانوا فيه وزاد جاهم هاد السيد كان باغي يقتلهم. فاتت ديك الليله وجات الصبحيه تاع النهار الثالث. روجر من جهته كان ميت بالعيا فشلان، ما بقالهش الانرجي، مي قحك ولا يدمر في روحه غير باش ما يقعدش مجمع. قضب الكاكتوس ولا سي مصح كاش ما يلقى الماء فيه، مي ما نجمش شغل ولا يمص في التوكسيك تماك ماشي في الماء. تيفاني قالت لامها باللي قرينا في المدرسه باللي نجمون نشربوا اليورين تاعنا مين الانسان يكون عطشان بزاف. دونك ماشيلي ما قبلتش الفكره الاولى وجاتها بيزار كيفاش بناتها غادي يشربوا اليورين تاعهم، من بعد تقبلتها قدبوا قرعه ولاو يسيو يشربوا منها غير باش يقعدوا حيين، مي بغاو يتقيو وما زادوش يشربوا وقاسوا القرعه هذيك. الشيء اللي تماك خمت تشعل النار، كان كاين شويه لوح وكاع وشعلوا نار صغيره، من بعد موراها وقفت ولات تسمع في الحس تاع روجر جاي. الشيء اللي فرحت بزاف وقالت اونفان روجر راه جاي، وبناتها تاني فرحوا، مي من بعد كي فاتت 3 دقائق ولا 4 حتى قالت لها بنتها باللي ما كان لا روجر لا والو، راكي غير تتخيلي. هالوسيناسيون من الكوتريات اللي هبلت، ولات تتخيل في الصوالح من الكوتريات اللي الكور تاعها ولا ضعيف، حتى ولات تتخيل في صوالح ما كاش منهم، مخها نشف من الماء. من جهة روجر تما ولا يشوف الدوبل صاي من الجمش قاعد طايح في الارض ومشي قاد يقدم، هو يبغي ينوض من الكرة تاعه ما ريبونديش من الكتريات اللي كان عيان. حتى من البعيد شاف واحد اللوطو جاية، تما فرح قلب اللي صاي هادو الناس غادي يسلكوني. هذيك اللوطو كي شافوه اللي كانوا فيها حبسوا وراحوا عنده، حكى لهم قال لهم باللي هاش صرالنا وهاش صرالنا وراني وحدي ونحوس على وحدين يعاونونا، وفاميلتي تاني راهم في بلاصه واحده اخرى وراني خايف عليهم. مي هادوك شدارو حكموا قرعه تاع ما شربوا منها شويه وتما دفلوا له على وجهه، وعاودوا ركبوا يضحكوا وعاودوا راحوا. ولاد الحرام ما بغاوش يعاونوه وخلاوه يموت وحده في الصحراء. تما روجر كي صرات له هذه اللقطه قال باللي صاي غادي نموتوا هنايا في الصحراء ما فيهاش امل. روجر تما صاي زاد الدبرس 200 خطره، عرف باللي الموت تاعهم راها قريبه. ومن جهه شيلي بنتها تيفاني من الكتريات اللي منجمتش وقعدت صاي محطمة حتى قالت لمها اكتليني باش الريح، مي تما شيلي هدرت معها وقنعتها باش يزيدوا يكملوا الطريق. من الجهة الاخرى روجر ما بقى فيه والو، صاي كان طايح في الارض قاعد حتى جات عنده لوطو. روجر قال باللي هذا واحد اخر من هذوك الجماعة، دونك بغى يدير حاجة مي ما ينجمش كما قلنا لكم الكور تاعه ما ريبونديش. مي تما هذاك الراجل نزل
ومعه قرعامة وعطى روجر يشرب وعيط لها باسمه يعرفه خاطش هذا كان كليون عند روجر. وتما هذاك السيد عيط الله بوليس وقاع وداوه بغاو يدوه لزيرجونس، مي روجر قالهم بلي لا ما نروحش حتى تحوسوا على لافامي تاعي وتلقوها والروح معاهم. تما لابوليس خرجوا وقعدوا يحوسوا على لافامي تاع روجر اللي هي شيلي وبناتها، وأو ميم طون تما شيلي وبناتها من كثرية الحمان حتى دفنت ولادها تحت الرملة على جل الشمس، خلت غي ريسانهم خارجين باش نجموا يتنهدوا من كثرية اللي ما نجموش الشمس. وأو ميم طون لابوليس قعدوا يحوسوا عليهم سوايع وسوايع بلا ما يلقوهم، وكان على بالهم بلي في كل ما سوايع راهم يفوتوا في كل ما الموت تاع شيلي وبناتها راهي تزيد تقرب. موراها مهم شيلي سمعت واحد الحس تاع لوطو كشغل فايته، مي ما كانتش منجمه تنوض باسكو ما كانش باقي لها الانرجي ولا لا فورس باش توقف. مي قا هكا زادت دارت ليبا وبغات سي توقف هكا وتريش وقعدت تزقي، مي ما كانش لافوا باسكو راها ناشفه قطرات ما شربتهمش تاع ما تريش لهذيك اللوطو، مي فاتت ديريكت وما شافوهمش اللوطو تاع لابوليس وروجر راكب معاهم. دونك شيلي تما قطعت قالياس وقالت غادي نموت صاي وتكسلت في الارض وما نجمتش تبوجي. لابوليس كملوا طريق نيشان حتى روجر وصلوا لواحد البلاصه، نزلوا شافوا ديك النار اللي شعلتها ديجا شيلي، وكانت انتيليجنت بزاف مي شعلت هذيك النار باسكو شافوا لي با تاعهم حدا هذيك النار، لي با تاع بناته الصغار، وقال لهم بلي هادو لي با تاع بناتي تما راهم غير منا يدوروا. دونك لابوليس ديسيداو بداو يتبعوا هذوك لي با. شيلي في هذيك الدقيقه كانت تشوف في بناتها يموتوا، كان عندها احساس واعر بزاف، كانت حزينه وخايفه بزاف على بناتها باسكو كانت تقول بلي غادي يموتوا، محال ينجموا يزيدوا يعيشوا. دونك في هذيك الدقيقه قطعت كاع لياس كومبليتمون وتكسلت باش تموت، باش قارع الموت تجي تديها هي وبناتها. حتى سمعت حس تاع لوطو حداها وكشغل فرينات ديك اللوطو، ناضت بالجهد الصغير اللي كان باقي لها وقعدت كشغل تسي تجري غير باش تشوفها اللي كانت في اللوطو. نزلت ومزيه كان عندها الزهر هذيك اللوطو اللي قارت تاع لابوليس، مي ماشي اللي كان معاهم روجر، واحد المراه واحد اخرى من لابوليس كانت تحوس تاني وتعاون فيهم. حتى لقاتها رفدتها، مي شيلي تما قالت لها بناتي بناتي، ما حوستش على روحها قالت لها روحي رفدي بناتي. في هذيك اللقطه تيفاني اللي عندها 9 سنين جات تجري عند امها، ما كانش عندها الانرجي بصح جات تجري وقالت لها باللي اني مصبح نعيط لميكايلا اختي، مي ما نجمت لا تهضر لا والو، تبان باللي ماتت. مالغري ما كانش عندهم الجهد مي راحوا يجروا عند بنتهم صغيره ورفدوها وداوها لابوليس، وكانوا يقولوا باللي ماتت وما بقى لها والو اوكين شانس. موراها بيامات هما كاع سلكوا ولو بخير على خير، شربوا الماء كلاو دواهم ولو غاية. مي ميكايلا كانت توجور في السبيطار مغطينها ويقارعوا كاش ما يبان عليها خبر، مجمعين تماك وقعدوا يامات وهما غير مقابلينها والو ما بان والو. والأب روجر كان كالي روحه، كان قانط وزعفان ويبكي، وكان دايما داير في راسه باللي هو الفوتيف اللي وصل بنته الصغيره كيما هاك وقريب يموتوا كاع كيما راه. واحد ليله من الليلات فاتت وناضوا غدوه ان شاء الله صباح، كي ناضوا صرات معجزه ولقاو بنتهم ميكايلا تضحك وفرحانه وناضت من الموت اللي كانت فيها. دونك هكا اللي كملت لي صور تاعهم كاع قعدوا عايشين حد الان، راهم كبار دروك بخير على خير، وداروا عليهم سيري كومبلي على هاد لي صور اللي صرات. وهذه هي لي صور تاع شيلي مع بناتها وروجر. جيسبر لي صور تاع اليوم تكون عجبتكم، صور شابه تاع سيرفايفل كيما اللي درناهم شعام الوحده هالخطره في الصحراء. جيسبر تكون عجبتكم ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو واحد اخرى من القدام.